خليني بس اقول خبر مهم جدا. كريم بامبو لاعب نادي الزمالك بيصاب بفيروس كورونا. طبعا هو مش يعني مش من المسح اكتشفه، هو فكره المخالطه مع احد افراد عائلته هو اللي وصله ان هو يبقى عنده فيروس كورونا. الف سلامه عليه وان شاء الله يعود بالسلامه، لان واحد برضه من اللعيبه المميزه اللي في وقت من الاوقات كان مؤثر جدا مع نادي الزمالك، وفي نفس الوقت حتى لما كان مع نادي الاسماعيلي كان برضه مؤثر بشكل كبير. طيب كنا يعني كان في انفوجراف بالنسبه لنا كنا بنعرض